التعويل على المجتمع المدني في تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية التي يشكل ركيزتها الأساسية لا سيما في تسيير الشأن المحلي ومرافقة السلطات المحلية في اختيار المشاريع الجوارية التي تتناسب أولويات المواطنين، تعزيز إطار مشاركة كافة أطياف المجتمع في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية الوطنية الاجتماعية والبيئية كذلك في إطار التنمية المستدامة من خلال توسيع صلاحيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وإعادة بعثه وتفعيل دوره. التكريس الفعلي لدور المجتمع المدني في إعداد النصوص القانونية التي تعد أداة تأطير السياسات العامة وتنفيذها بامتياز من خلال إلزامية التشاور المسبق مع منظمات المجتمع المدني المعنية حول مشاريع القوانين والتنظيمات قبل المبادرة بها. إرساء تقاليد جديدة في إشراك فعاليات المجتمع المدني في بلورة القرارات الهامة، حيث تقوم الحكومة دورياً وبتعليمات سامية من السيد رئيس الجمهورية بدعوة مسؤولي المنظمات المهنية من مختلف الفروع الاقتصادية وجمعيات معنية إلى اجتماعات وزارية مشتركة.